متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، جولة صباحية. متابعي القناة، أسعد الله صباحكم. شكرا ملاك، صباحك مبروك رغد نور. شكرا لك، شكرا رغد نور، صباح الخير خويا عبد الله، نهارك مبروك. شكرا ملاك لمداني، افتحية لك أختي ملاك. نجم السلام، صباح الخير أخي نجم. فتحية للجميع، جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. جولة صباحية متابعي قناة شوف تي في، وسؤال للدردشة مصحوب بالجولة، سؤال للدردشة فقط، نتبادلوا الآراء ونتناقشوا شوية في واحد الموضوع متابعي قناة يخص المغاربة، يخص الشباب المغربي. فأفتحية لكم. وموضوع اليوم هو فكرتي شينا أنك دير الهجرة السرية متابعي قناة شوف تي في، الهجرة السرية إلى الضفة الأخرى أو إلى أوروبا. كنعرفوا الحلم ديال مجموعه من الشباب هو انه يعيش باوروبا، وانه يمشي باش يحس الوضعيه ديالو الاجتماعيه وياخذ تجربه جديده في بلاد اوروبيه. لكن خطوره المغامره واش كتستحق ان الواحد يغامر بحياته ويرمي راسو في البحر ويرمي راسو للحوت باش انه يمشي لاوروبا؟ واش داكشي اللي كيحلم به في المغرب انه غيشوف اوروبا، واش بالفعل كيلقاه؟ مجموعه من الاسئله، مجموعه من التساؤلات كنطرحوها متابعي قناة شوف تي في. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. صباح الخير تريا، صباح الخير للجميع. مرحبا بكم معنا في البث ديالنا المباشر، الشرف كبير لنا انكم تكونوا معنا في هذا البث المباشر، هذه الجوله الصباحيه مباشره من اقليم تازا وسؤال الصباح الهجره السريه. صباح الخير خويا سجيات السوق الاسبوعي اجل، شكرا مرحبا. تحيه للجميع، جميع متابعي قناه شوف تي في. الهجرة السرية صعيبة الآن، وأوروبا مبقاش مثل زمان، كل شيء تغير. لابد من لغة الدبلوماس أجل. صباح الخير العزيز خي، شكرا زكريا بولهتا، شكرا لك يا أخي. كما قال لابد من الدبلومات واللغات، الأمور في أوروبا تغيرت، مبقاش أوروبا كيد زمان، مبقاش أوروبا اللي كانت يد العاملة مطلوبه، كاين مجموعه من المشاريع اللي دابا اوروبا تبدلات ولات الامور غاليه تما بزاف، امور غاليه تما بزاف. راك الا كنتي كتقول انا راني كان تما كنقبض 1000 اورو ولا 1500 اورو، يعني مليون، راه كاين مصاريف، كاين غاز، كاين ضرائب، كاين ترونسبور غالي، كاين ماكله غاليه، كاين مجموعة من الأمور اللي غالية تما متبع قناة شوف تي في.
الشريف ابراهيم الصبا خويا تودا تغير الوضعيه الاجتماعيه في البلاد والاقتصاديه ايضا، ونحتاج اوروبا. الله الزعتر يقول اجل يا اخي الشريف، كيقول احد الاصدقاء مصاب تغير الوضعيه الاجتماعيه في البلاد. ديك الساعه ما نوقفوش على اوروبا والشباب ديالو، ان الشباب ديالنا يبقى في بلادنا. تدوينه جميله ملاك ال يا ريت، فمرحبا بك ملاك، مرحبا بجميع متابعي قناتنا قناه شوف تي في. وسؤال الصباح، واش عمرك فكرتي في هجره سريه؟ وغالبا هذه تكون عبر قوارب الموت. صباح الخير متابعي قناة شوف تي في، ألف تحية لكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. الله يفرج على الجميع. أجل يا أختي ملاك، والله يكون في عون الفقير والمحتاج. أجل يا أختي، ملاك المداني كتقول الحمد لله ما عمرني فكرت في هجرة أو مغربية، مغربنا زوين الحمد لله. تقول ملاك المداني إنسان عمره فكرت في الهجرة، كتقول الحمد لله المغرب بلاد مزيان. فمجموعة من الشباب اللي ولاو كيبدلوا الفكرة ديالهم حول بلادهم والوضعية في بلادهم، وكيقول بأنني نصبر مع بلادي ونخدم في بلادي أحسن ما نمشي لبلادات الناس ونتكرفص، وما هذاك النغمة الحياة ما كتبقاش قائمة. الودادي يقول فعلا صبرنا وخدامي في بلادنا والحمد لله، عز بلادنا المغاربة حتى الموت. الودادي ياسين يقول الحمد لله صبرنا وخدمنا في بلادنا، واخا داكشي اللي كتب الله، وقادين نوفروا الماكلة ونوفروا فين نعسوا فين نباتوا وما ناكلوا. واخا الامور متواضعه، لكن الحمد لله كتبقى في بلادك، كتبقى في قيمتك، وكتبقى في عزك، فالحمد لله.
بلادك في هي بلادك، واخا خلقتي وكبرتي في اوروبا لكن دائما كتفكر تجي نهار ترجع لارض جدودك تقول ما لك. واخا تعيش في اوروبا ضروري تفكر في الاصل وضروري تجيك الحنين باش تستقر في بلاد المغرب. فمجموعه من الاراء الحمد لله مشجعه، مجموعه من الاراء الحمد لله في المستوى ان المغاربه ولا كيفضلوا دابا يعيشوا في بلادهم وما يعيشوش في بلادات الناس كما كنقولوا او اوروبا. مع احترامي لاوروبا ما كنقللش منها، لكن المغربي يبقى مغربي والمغربيه تبقى مغربيه. متبعي قناه شوف تي في، نعيش في بلادي داكشي اللي كتب الله بالطقوس ديال المغرب وبالعادات ديال المغرب وبالافراح ديال المغرب، ولا نعيش في اوروبا عادات مختلفه وامور مختلفه وطقوس مختلفه. الحمد لله خدامين على قد الحال وهازين معنا الوالدين بخير الحمد لله. الودادي ياسين، فهمنا المقصود ديالك يا اخي، الله يفاجئ عليك والله يعاونك يا اخي ياسين. فهمنا الرساله ديالك يا اخي، كيقول لك اللهم اقلل مداوم يا اخي ياسين، ولا كثير ومقطوع يا اخي. تحية من هولندا سيدي محمد، عايش بهولندا، تحية لك محمد الغزال. ايمان من تطوان كتقول لك الله يهدي المسؤولين على هذه البلاد ترجع حسم اوروبا عندنا الخير، خاص غير التسيير الحكيم. مسؤولين انا كنقول بين ذاك المستشارين الجماعتيين هما اللي الناس كيسيروا شؤون المدينه هما اللي دايرين المشاكل، اما لا جلاله الملك او الداخليه او الجهاز الامن او جهاز القضاء او يعني امور غاديه مزيانه. فكون كان الجماعات وكون كان الناس اللي كيسيروا الشأن المحلي كيخدموا بواحد الضمير مهني كون راه بزاف الامور مزيانه.
كتلقى عامل كيخدم بالليل وبالنهار باش يخدم بالليل وبالنهار، كتلقى رئيس مجلس بلدي رئيس مجلس اقليمي كيغش. هذا مواضيع طلقنا لها مرارا وتكرارا. فمتابعي الكرام، كنشكركم على التواصل ديالكم معنا هذا الصباح في هذا البث المباشر، لنا مواضيع مهمة هذا اليوم مباشرة من إقليم تازه. فنتمنى إن شاء الله أنكم تشاركونا في البرامج ديالنا هذا النهار. أنا عندي جنسية الإيطالية ولكن ما كاينش بحال بلادك أخي الكريم، يقول الكبشي نز، يقول أخت نزها عندها جنسية إيطالية لكن كتقول ما كاينش بحال البلاد المغرب. فنتمنوا الخير والسلامة، ونتمنوا الله يعافيها، الله يفاجئها على الجميع. متابعي قناة شوف تي في، التحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة.